أحب أعرف الموضوعات اللي تم إثارتها أو طرحها في هذا الاجتماع، أهم القضايا أو المشاكل اللي طرحتوها على الرئيس. الموضوع الذي ناقشناه في الأساس هو كيفية تحقيق النجاح للسياحة في مصر وبالأخص الأمان والسلام، ليس فقط تغيير الصورة التي فهمت عن مصر في الفترة السابقة، وأيضا شعور الناس بأمان هذا البلد. وناقشنا الوضع الأمني والتوقعات للمستقبل، وإلى أي مدى يمكن للمستثمرين أن يستثمروا هنا في مصر. وناقشنا أيضا بعض جوانب المنافسة بين البلدان التي تكتسب السائحين في مجال وسائل النقل وما ذلك من الأمور المتعلقة بالسياحة، وأيضا تعليم العاملين في مجال السياحة وتثقيفهم وتثقيف العاملين بصفة عامة والموارد البشرية في هذه الصناعة.